الدين. يلا بسم تمام. الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك العافية جميعا. احنا اليوم في المحاضرة الأخيرة من مادتنا إدارة الأعمال الزراعية، فاليوم شوية حتكون مش كثير نظرية، حتكون عملية، لأنه حنشتغل على تحليل الاستثمار الزراعي وبالذات المؤشرات المخصومة. حنركز على المؤشرات الثلاثة: نت بريزنت فاليو، القيمة الحاضرة للنقود، والاي ار ار، انترنال ريت اوف ريتيرن، اللي هو العائد الداخلي، والمؤشر الربحية بي اوفر سي، اللي هي المنافع على التكاليف. ان شاء الله تعالى نبدأ في اول وحدة اللي هي صافي القيمة الحالية، نت بريزنت فاليو. هذا يعني عشان نفهم تعريفه بعدين نروح على حساباته. النت بريزنت فاليو بنقول انه هو بيعبر عن صافي القيمة الحالية للمشروع بعد خصم تيار التكاليف من تيار الايرادات. ليش بنقول تيار التكاليف تيار ايرادات؟ لانه احنا بنشتغل المشروع هون بهاي المؤشرات مش على سنة واحدة، بنشتغل على عمر المشروع. فإذا كان عمر المشروع الافتراضي 5 سنين، 10 سنين، 15، 20، بحسب الطبيعة الفنية للمشروع. فبالتالي احنا بناخذ كل تيار التكاليف، كل التدفقات النقدية الخارجية اللي هي التكاليف، بنخصمها من تيار التدفقات النقدية الداخلة عشان نوصل للقيمة الحاضرة للنقود. وهاي الأرقام ما بتكون أرقام فعلية، زي يعني قلنا إنه والله هذا بيعمل 20 ألف، 30 ألف، 40 ألف، لا. هذا محسوب على أساس القيمة الحاضرة له، فبالتالي بنستخدم معامل الخصم وبنخصم القيمة تاعت المبلغ، بحيث إنه نشوف إنه بعد خصم تيار التكاليف من تيار الإيرادات هل القيمة الحاضرة للمشروع سالبة أو موجبة. فالنت بريزنت فاليو هو بعطينا رقم مطلق 500 ألف، 600 ألف، 60، 70، بعطينا رقم إيه مطلق. هذا الرقم المطلق بده يكون إما سالب أو موجب. الله يعطيك العافية عم مصطفى. السلام عليكم دكتور. هلا سيدي، هلا سيدي، احنا معذرة لسه مساء بعدنا الخير. بالشريحة الأولى، ولا يهمك أخوي، الله يجزيك خير يا دكتور. الله يلا يرضى عنك. فالرقم اللي بيطلع لنا هو رقم مطلق، يعني ما بيطلع لا نسبة مئوية ولا رقم عشري، لا هو بيطلع لنا رقم مطلق. فالرقم المطلق إما بيكون سالب أو موجب أو صفر. احنا اذا كان النت بريزنت فاليو اللي طلع معانا قيمته موجبه، فبالتالي بنعتبر انه المشروع بنقبله. ليش بنقبله؟ لانه معنى هالحكي انه التكاليف اقل من الايرادات. تمام. طيب اذا انا عم بقارن، واذا كانت سالبه طبيعا بنرفضه. هلا اذا كانت في عندنا الكيس انا عم بدرس مشروعين، فانا دائما تفضيلاتي بتروح لايش؟ لا النت بريزنت فاليو الاعلى. فانا عم بدرس مشروع A ومشروع B. المشروع A طلع 6782 النت بريزنت فاليو، هذاك طلع 16 ألف. فإذا أنا تفضيلاتي بتكون لإيش؟ للمشروع النت بريزنت فاليو تاعه أعلى من الثاني. فمرة تانية، إذا أنا بدرس مشروع فأنا أبحث عن إنه النت بريزنت فاليو تكون موجب. إذا بقارن بين مشروعين فأنا تفضيلاتي بتروح على المشروع اللي هو النت بريزنت فاليو أعلى به، إن كان مشروعين أو ثلاثة. تمام هيك؟ شوفوا المثل اللي انا ضربت لكم اياه. هذا مشروع تكلفه الاستثمار او الانيشال كوست 8000 دولار امريكي مثلا. سعر الخصم، وحكينا عن سعر الخصم بالمحاضره اللي فاتت، 12%. هلا بنيجي بنساوي جدول، بنحط السنوات 1 2 3 ل 5 سنين، وحكينا دائما العمر الافتراضي للمشروع بحسب الطبيعه الفنيه له.
وفي الغالب بنميل للأصل الأطول عمرا، وبنشتغل على أساس إنه هذا هو العمر الافتراضي للمشروع عند التحليل، عشان نضمن إنه عمليات الإهلاك تاعته كانت سليمة والكفاءة الاقتصادية في أعلى مستوياتها. إحنا بنينا مثلا مبنى عمره 20 سنة في المشروع، فبنحاول إنه يكون العمر الافتراضي للمشروع على الأقل 20 سنة بحيث يتوافق مع هذا الأصل. طيب، هلأ التدفق النقدي الداخل، التدفق النقدي الداخل، أو إذا يعني حابين تقول الإيرادات بسير، أنا عم بكتب بالإنجليش، الإيرادات. في ناس ممكن تلاقي واحد يقول لك المنافع، كله محصل بعضه، العوائد. العوائد احنا ما شاء الله باللغة العربية غنية وما عندنا فيها مشكلة. طيب، فهاي عندي جدول بحكي لي السنة من 1 لـ 5، التدفق النقدي 1500 1700 دولار وهلم جار. هلا زي ما اتفقنا في المحاضرة السابقة لما كنا نحكي عن القيمة الحاضرة للنقود، انه الدولار او الدينار او الليرة او اي وحدة نقدية مع الزمن بتخسر من قيمتها، فبالتالي ال 1500 في بداية السنة في لهم معامل خصم. هذا معامل الخصم من وين بدي اجيبه؟ دائما في جداول بتلاقوها دائما في نهاية الكتب المتخصصة في إدارة المشاريع الزراعية، أو في كتب الاقتصاد الزراعي، في الإدارة المالية، في تقييم المشروعات ودراسات الجدوى، في جداول جاهزة. هاي الجداول بتكون لها خطين أفقي وعمودي، وبتحدد مثلا هون الخط الأفقي، عفوا العمودي، السنة واحدة، السنة الثالثة، السنة الرابعة، السنة الخامسة، وبالخط الأفقي بيكون معامل الخصم. فأنت للوحدة الواحدة، فبالتالي أنت بتستخدم معامل الخصم، بتشوف والله خلال سنة واحدة عند معدل خصم 12 بيطلع والله 0.8، فبحط الرقم وهلم جر. هاي بالطريقة اليدوية التقليدية. تمام لغاية الآن؟ ماشي الحال؟ تمام دكتور. تمام. هلأ بضرب التدفق النقدي الداخل في معامل الخصم بده يعطيني التدفق النقدي المخصوم، فبالتالي ال 1500 دينار أو دولار أو ليرة، 1500 وحدة نقدية، هي في نهاية السنة الأولى تعادل 1339. كيف جبناها؟ بضرب التدفق النقدي في معامل الخصم اللي طلعناه من الجداول على أساس سعر الخصم 12% في لمدة سنة، وهلم جر نفس الشيء. بروح على السنة الثانية على معدل خصم 12 بعطيني 7 بالعشرة، وهلم جر، وبضل أضرب في القيمة التدفق النقدي الحاصل مع معامل الخصم، بيطلع عندي التدفق النقدي المخصوم. خليني أورجيكم إياها على إكسل شيت، وكيف إنه إحنا ممكن نعملها في الإكسل شيت بشكل أسرع، وكيف ممكن نشتغلها بطريقة آلية من خلال تطبيق الإيش الإكسل. فمنحط هاي عندي السنة، هاي التدفق النقدي، هاي معامل الخصم. هذا كيف عرفناه؟ بنطلع بنلاقي بي 6 ضرب سي 6 اللي هو بي 6 اللي هو ايه التدفق النقدي ضرب معامل الخصم، بيطلع عندي التدفق النقدي بعد الخصم. هلا شو بنساوي؟ اذا بتلاحظوا هاي عندي 8612، هذا تيار الايرادات، بخصمه من التكاليف بتاعتي اللي هي 8000 بالمثل هذا، فبيطلع عندي النت بريزنت فاليو حوالي كام؟ 612.
بما انه الرقم موجب بنقول هذا المشروع مجدي ام غير مجدي يا اخوان؟ مجدي مجدي. مجدي مجدي دكتور. تمام. هلا ليش انا بدي الاكسل شيت؟ عشان اورجيكم انه بدال ما اروح افتش على سعر الخصم والسنوات ومعامل الخصم، لا، اكسل شيت ريحنا كتير بالعملية تاعته من خلال الفانكشن اللي موجودة عنده، وأعطانا طريقة سهلة. بدي أجي أحسب أنا هون هاي النت بريزنت فاليو للمشروع هذا، فباجي بعمل يساوي، تمام، عشان إيش؟ أحول الخلية لخلية فيها معاملات. بكتب له أنا شو المعيار او المؤشر اللي انا عم بشتغل عليه. انا عم بشتغل على النت بريزنت فاليو، صح؟ تمام. هاي طلع لي هون النت بريزنت فاليو، دبل كليك. اجى شو قال لي هون؟ قال لي بتحط الريت وبعدين بتحط الفاليوم. الريت شو هو؟ اللي هو سعر الخصم ال 12%، فبحط 12%، بحط فاصلة. هلا ممكن بعض الاجهزة ده فاصلة منقوطة او بعضها فاصلة عادية، بزبط. إذا هاي يساوي، بيطلع لي النت، بكتب نت بريزنت فاليو، بيطلع لي بيقول لي دخل الريت اللي هو سعر الخصم، دخلته. هلا بدي أدخل المساحة اللي أنا بدي أجي أحسبها، اللي هي الخلايا هاي من بي 6 ولغاية بي 10. تمام، واضح على الشاشة؟ واضح دكتور. حطيت انا المعادله، بعمل له انتر، فهذا هو حسب لي اياها. خليني اكبر الشاشه اذا هان. حسب لي اياها 8612، وهون نفس الشيء 8612. تمام، انا عندي التكاليف 8000، فالقيمه موجبه، فاذا انا بستثمر فيه. لاحظتوا كيف حسبناها مره ثانيه بدون ما ارجع للجداول واجي احسب كل سنه بسنتها؟ لا، مباشره بروح على اي خليه وين انا حاب احط القيمه النت بريزنت فاليو، وممكن هون اجي اكتب انا والله عشان ما انسى، هاي نت بريزنت فاليو، انا بدي احسب النت بريزنت فاليو. هون بروح على الخليه بدي اساوي فيها الحساب، بعمل ايه؟ اشاره يساوي، بكتب المؤشر اللي عم ببحث عنه، كتبت نت بريزنت فاليو ان بي في، فطلعت لي الخيار هذا باخده. قال لي دخل الريت. هلا ممكن في ناس عم بيساوي خصم على مش 12%، على 8%، بيحط 8%، بنحط فاصله، هيك احنا ثبتنا الريت. هلا انا بروح على ايش؟ قيمه التدفقات النقديه اللي انا بحسبها، هذا هي من بي 6 لبي 10، بعمل انتر، بكون طلعت النت بريزنت فاليو بكل سهولة ويسر. تمام تمام هيك؟ تمام ايه، هون أنا ملاحظ أنه المجموع 8612 كمان، نعم. هون هلا عندنا تفضل. يعني نفس القيمة كأنه طلعت مجموع هذول ونفس ال لا، هون كلمة المجموع، لا خطأ، هون هي المعادلة موجودة، يعني تمام خليني أزيحها هيك أفضل. هلا جميل، خليني آخذ المجموع عشان أقارن ما بين مجموع القيمة الحاضرة للنقود والمجموع النقدي. المجموع النقدي قديش طلع عندنا؟ 12، 12700 12700، في حين لما حسبتهم كقيمة حاضرة للنقود طلعوا قديش؟ 8612. نعم تمام هيك؟ تمام جميل. هلا هاي القيمة الحاضرة للنقود، ومرة ثانية هي بتعني بالنسبة لنا في التحليل بتعبر عن ايش؟ قلنا عن صافي قيمة المشروع. واحنا عند التحليل بناخذ المشروع اللي بيعطيني قيمة موجبة، اما اذا كانت سالبة او صفر فبالتالي هذا مؤشر انه المشروع غير مجدي. اذا كنت بقارن بين مشروعين او ثلاثة
فانا باخذ المشروع او المشروع الاكثر تفضيلا اذا بس على النت بريزنت فاليو. انا المشروع الاكثر تفضيلا في الحاله هاي اللي هو بتكون النت بريزنت فاليو اعلى قيمه. تمام؟ تمام. على بركة الله. طيب المؤشر اللي بعده زي ما انتم شايفين على الاكسل شيت اللي هو المؤشر الربحية. هلا هذا مؤشر الربحية برضه بنشتغل فيه على المنافع الحاضرة. قلنا بما انه احنا هلا بنشتغل على 3 مؤشرات، مؤشر الربحية، مؤشر القيمة الحاضرة والعائد الداخلي، كل هذا بنشتغله على أساس إيش؟ القيمة الحاضرة، كلها مؤشرات مخصومة، ما بنشتغل بالأرقام المطلقة أو بالأرقام كما هي، لا بنخصمها مع الزمن لأنه إحنا بنعرف إنه النقود تتأثر قيمتها مع الزمن. وهذا المؤشر الـ P over C بنعتبره من مؤشرات الربحية. تمام، ومفيد جدا، ممكن نستخدمه بالمقارنة بين المشروعات، بين أكثر من مشروع، لأنه هذا المؤشر عادة بتطلع يعني قراءته عبارة عن نسبة مئوية، عكس دكتور، الشاشة اللي مشارك هي الإكسل. كيف سي دي. أنت مشارك معنا شاشة الإكسل بس هلا. لأنه بدي أشتغل عليه، فأنا بدي أشرحه وأشتغل عليه، تمام. فخليني أظهره هيك، شايف كيف؟ وبدي أشتغله، وبدي أشتغله بطريقتين، بطريقة الطويلة اللي هي لما بنستخدم معامل الخصم لكل سنة، وبالطريقة السريعة أو من خلال إكسل شيت. بس احنا عشان نعرفه نعيد مرة تانية، هو من المؤشرات الربحية، وهو بي اوفر سي يعني بينيفيت اوفر كوست، يعني المنافع او الايرادات على التكاليف. وقلنا هذا المؤشر شو بيطلع؟ بيطلع نسبة مئوية، فبالتالي من أفضل المؤشرات اللي ممكن نستخدمها للمقارنة بين المشاريع، خاصة إذا كنا عم نقارن بين مشروع أو مشروعين أو 3. هلا القاعدة بالقبول والرفض بالنت بريزنت فاليو، شو قلنا قاعدة القبول أو الرفض؟ إنه أنا بقبل المشروع الذي يحقق القيمة الحاضرة للنقود، إيش؟ إذا كانت موجبين. القيمة موجبة. نعم، نعم، هون قاعدة القبول أو الرفض في، أكبر من واحد، يا عيني عليك، أكبر من أكبر واحد. من واحد صحيح قبول، أقل من واحد صحيح بنقول لا، إيش؟ رفض. رفض. تمام، شوفوا هاي البروفابيليتي اندكس، نفس الشيء، هي السنة 1 2 3، هذا التكاليف الثابتة عنده 1000 دينار، هي التكاليف التشغيلية قديش؟ 700 دينار دولار، وحدة نقدية ليس. ماشي الحال؟ هلا بدنا نطلع اجمالي، لاحظوا هناك بالمثل هذا انا اهملت التكاليف التشغيلية، حسبنا انه مو بس على التكاليف الثابتة، طبيعي على ارض الواقع ما بزبط، بده يكون في عندك ايش؟ تكاليف. تشغيل فأنا بطلع إجمالي التكاليف أو التكاليف الكلية، يعني أغلب الكتب والمراجع بيقول لك التكاليف الكلية، لأنه التكاليف الثابتة أو الرأسمالية زائد التكاليف التشغيلية. برضو باستخدام إكسل شيت مباشرة باجي بقول سي 17 زائد بي 17، انت بطلع ايش الاجمالي التكاليف. هلا هون هاي اجمالي التكاليف مالها ملاحظتين، الملاحظة الأولى عند حساب المؤشرات هاي غير، والتحليل الاقتصادي بيختلف عن الحساب بتاع المحاسبي اللي هي احنا ما بناخذ التكاليف الثابتة أو التكاليف الرأسمالية الانيشال كوست، هناك شو بناخذ منها؟ قسط الإهلاك، صح؟ نعم. هون بالتحليل هذا لا بناخذها كلها زي ما هي،
بحسب تدفقاتها السنوية، إن كانت إن أو أوت، وين عندي الإجمالي المنافع اللي هي هاي الإيرادات. أيوة، هو أنا باجي بطلع معامل الخصم، وزي ما حكينا معامل الخصم عبارة عن رقم ثابت أنا باخده من وين؟ من كتب جداول. الجداول الموجودة في دائما دائما بتلاقيها بآخر صفحة أو صفحتين أو ثلاثة حتى أكثر بكتب الاقتصاد الزراعي أو إدارة المشاريع أو تحليل المشاريع. طيب هلا بدي أطلع النت بريزنت فاليو لإجمالي التكاليف. شو بدي أساوي؟ بضرب معامل الخصم في إجمالي التكاليف، فال10,000 طلعت عندي 9,300. لاحظوا هون كلهم 700، مش كلهم كانت قيمتهم 500. أعلى واحدة في العام الثاني من عمر المشروع اللي هي هاد، لأنه فقط عامين، فال700 دينار أو دولار صارت 538. بس إذا إجينا لال5 سنوات، في نهاية السنة الخامسة، فإحنا بنحكي عن، بدي أحطها بالأحمر، ال700 دولار صارت 363. فهذا بيأكد على إيش؟ انخفاض قيمة النقود مقابل الزمن. هون بنوقف. نيجي هلا بدنا نطلع، هون طلعنا التكاليف، بدنا نطلع ايش الايرادات او اجمالي المنافع. هون مشروعنا هذا بالمثل هذا، الايرادات ثابته او قيمتها ثابته بمعدل 3,500 دولار بالسنه. نفس الشيء بنستخدم معاملات الخصم، بتطلع عندنا المنافع المخصومه. هون القيمه الحاضره للتكاليف، برضو القيمه الحاضره ايش للمنافع او للمنافع. الإيرادات بالعبارة اللي بتشوفها مناسبة. كيف إجت؟ نفس الشيء ضرب معامل الخصم بالقيمة الحقيقية ومنطلع مجموعها. هلا إذا إجينا على الزاوية، هون أنا طلعت تيار المنافع وهون طلعت تيار التكاليف، صح؟ اللي هو صح. مجموع التكاليف، وهون عندي مجموع المنافع أو الإيرادات بس مخصوم مش حقيقي أو مش قيمة حاضرة. فبالتالي إذا بدي أحسب النت بريزنت فاليو إلها، فلاحظوا شو عملت. اي 22 اللي هو إيش؟ مجموع الإيرادات منافع تقسيم اللي هو هذا إيش؟ ال ال مجموعة التكاليف ال ال المنافع اللي هي البينيفيت على التكاليف اللي هي الكوست، عشان بنسميها بي اوفر سي، طلع 1.7. تمام؟ تمام لغاية الآن واضحة؟ واضح. خليني أطول قلمي ودفتري، بحب أخلطش وأنا بشرح. على لا، أنا حبيت أساوي شغلة، قلت خليني أطلع إضافي كل سنة بسنتها. لاحظوا السنة الأولى خسرانة، السنوات التي تليها لا ربحانة، هنا أقل من واحد صحيح. لأنه في تكاليف ثابتة عالية جدا يا بتصوروا عيني علي، التكاليف في السنة الأولى اندفعت. هنا بنشتغل مرة ثانية، ما بنشتغل محاسبي، هنا بنشتغل على التدفقات النقدية. هنا بنشتغل تدفقات نقدية. هناك في المحاسبة لما بناخذ فقط قسط الإهلاك، هناك ما نعم. بنشتغل على التدفقات النقدية، نشتغل على الأرباح وصافي الأرباح السنوية. طيب هاي الطريقة الطويلة بالحساب. رحنا لعمك إكسل، قلنا له يا إكسل هاي شغلة طويلة، هاي على 5 سنين وزهقت أنا، وأنا بشتغل فيها، وممكن تلخبط وأنت بتفتش على سعر الخصم، مثلا بالمثل هذا 14%، ممكن تلخبط بالجداول، ممكن وانت بتنقل الجداول يعني اصلا بطبعوها بجوز درجتها تكون 1 او 2 يا دوب تشوفها. صحيح. فتخيل عم تشتغل على 20 سنة مثلا. فروحنا على اكسل قلنا له يا اكسل ساعدنا. قال لك بسيطة، لاحظوا
نفس الشيء، السنة، التكاليف الثابتة، التكاليف التشغيلية، إجمالي التكاليف. لغاية هنا ما عندنا إشكالية، صح؟ نعم صح. طيب، ورحنا كمان، رحنا أخذنا إجمالي الإيرادات as is زي ما هو جاي، وحسبناها هنا، طلعنا النت بريزنت فاليو لإجمالي التكاليف والنت بريزنت فاليو لإجمالي الإيرادات وقسمناهم على بعض. ليش قسمناهم على بعض؟ لأنه إحنا بنشتغل على مؤشر اسمه بي أوفر سي. إذا أنا بدي أطلع بسم الله بدي أطلع التكاليف اللي هي الكوست، وأطلع المنافع اللي هي البنفيت كقيمة حاضرة، وأقسمهم على بعض بكل سهولة. هنا خلينا نقول البنفيت، هاي هي مش هي النت بريزنت فاليو لمين؟ لا البنفيت، لا المنافع، تمام. فشو بنساوي؟ اول خطوة اي عملية حسابية على اكسل شو لازم نحط يا اخوان؟ يساوي يساوي. حطينا يساوي. شو المؤشر اللي بدي اياه؟ ان بي في بالضبط، نت بريزنت فاليو. طلعت لي بضرب نت بريزنت فاليو، قال لي دخل الريت. الريت هون صفر بالمنافع اذا لاحظته كان 14، 14 ايوه، ايوه بحط فاصلة. شو قال لك؟ قال لك روح على القيم، انا عم بحسب البنفيت، بروح على القيم وبعمل هيك، اعطاني الرقم. هنا انا ملخبط نت بريزنت فاليو، رايح تمام. هلا بما انه انا بقسم تيار المنافع على تيار التكاليف بالقيمة الحاضرة بتحصل بالقيمة المخصومة، اذا اشتر بدي اطلع نت بريزنت فاليو لمين؟ للكوست، للقصد التكاليف التكاليف، صح؟ وباجي بقول حدا ينقلني يساوي يساوي ام بي في ام بي في، وهاي ام بي في. تحت طلعت فوق قديش؟ 14 14 14. بعدين بناخذ اوعى، اهم شيء الفاصلة، تخيل، عشان يفصل، عشان ما تلخبط. هو نفسه الاكسل بيحدد لنا نوع الفاصلة بالضبط، بس ضروري الفاصلة. هلا انا شو بشتغل على الكوست، اجمالي التكاليف، وباخذ اجمالي التكاليف، تمام. وهي انت، يا سلام. هلا هون انا شو بدي احسب؟ بي بي على سي اوفر سي. سي باجي بقول هاي بي تقسيم شو ما اخذت كنه، هاي يساوي بي تقسيم سي انتر، تطلع القيمة طويلة بصغرها هون، باخذ منها شوية، انا بحب هيك فاصلتين احسن. فاذا نعم 1.8، هل نعتبره فيزابل ولا مش فيزابل؟ مقبول جيد لأنه فوق الواحد اعطيناه اخضر، تمام. تمام انا لاحظوا كمان، حبيت هنا اساوي شغله، خليني اعلمها بشيء خفيف. لاحظوا القيمه، مجموع القيمه العوائد 17 خلال 5 سنين، 17,500 دولار، خمسمية بس بالقيمه المخصومه قديش؟ 12 12. اجمالي التكاليف، مجموع اجمالي التكاليف على الخمس سنين 16 500 13 و 500 500، بس القيمه الحاضره لهم لهذا المجموع 11 11، تمام هيك؟ دكتور حتى لو قسمنا المجموع المنافع العادي على مجموع التكاليف العادي أتوقع يطلع قريب من نسبة البيع سي 100%. 1.5 هاي مجموع التكاليف، عفوا، مجموع المنافع على مجموع الإيرادات، بيطلع موجب. هلا حكينا شغلة، لاحظ حتى كنسبة مئوية شو بالسعر الغير مخصوم، هذا 1.8، هذا 1.30، نعم لاحظت كيف؟ فأعطاني مؤشر أكبر. ليش بنستخدم هون القيم؟
هون لأنه لو ضربناه بسعر الخصم ترجع لنفس النتيجة الأولى 1.08. هلا ما ايوه هلا هو انا شو اللي بدنا احنا عم بنخصم سنه بسنه سنه بسنه سنه بسنه سنه بسنه، فعشان هيك هاي اكثر واقعيه، يعني هذا بيعبر عن القدره الشرائيه للاموال التي ساحصل عليها بعد 5 سنوات، نعم في حين كربحيه. هذا مؤشر ربحية، والله مؤشر ربحية، ما حدا بيقول لا مو مؤشر ربحية، ولكن لا يعبر عن القدرة الشرائية والقيمة الفعلية للأموال التي سيحققها المشروع، أو عفوا للأرباح التي سيحققها المشروع. أوكي نعم ماشي، لغاية الآن في أي سؤال؟ لا واضحة دكتور. جميل. أبو سطيف مو سامع صوتك. لا ما من نظامي دكتور. مش سامع. أمور تمام. تمام، الحمد لله رب العالمين. هدول اللي هن قلنا هلا اشتغلنا على بي اوفر سي، واشتغلنا على النت بريزنت فاليو. هلا الاي ار ار، هذا الاي ار ار يكفيك ان شاء الله، اللي هو انترنال ريت اوف ريتيرن. أيام الشباب كنا نقعد يوم ويومين وإحنا نشتغله نعم يدوي بالآلة الحاسبة، فكان مزعج لدرجة ودائما يطلع معانا غلط. هلا بقول لكم ليش يعني ده بغلب. هلا هو يعني معدل العائد الداخلي الانترنال ريت اوف ريتيرن اللي مختصره اي ار ار، عن ايش بيعبر عندنا في تحليل المشاريع؟ بنقول انه هو بيعبر عن قدره الاموال المستثمره، انا استثمرت هاي اموال ان كان دخلت بالانيشال كوست او بالاوبريتنج كوست بالتكاليف التشغيليه، انا استثمرت هاي الاموال، هاي الاموال انا بستثمرها لاني حاب اضيع فلوسي، ولا انا عندي رغبه بتوليد دخل وتوليد اموال وتوليد ارباح؟ اكيد انا بالمحاضرة الأولى قلنا الربحية أساس أي فكر في إدارة المشاريع التجارية ومنظمات الأعمال، صح ولا لا؟ صح. فإذا الآي آر آر منقول إنه معدل أو نسبة قدرة الأموال اللي أنا بستثمرها على توليد الدخل. وكيف بلاقي؟ قال لك، او يعني اذا بدك تعبر عنه بطريقه الحسابات لما بدك تشتغل، منيجي بناخذ، شفتوا كيف كنا نساوي قبل شويه، خصمنا على 14، مره ثانيه خصمنا على 12. ف بالاي ار ار لما كنا نشتغله يدوي ضلنا نشتغل نشوف تيار المنافع وتيار التكاليف، ونيجي نخصم تيار المنافع من تيار التكاليف لغاية ما يساوي صفر، أو بمعنى آخر لما نوصل لسعر الخصم بيكون تيار التكاليف يساوي تيار الإيرادات، بنقول هون هذا سعر الخصم يعبر عن الانترنال ريت اوف ريتيرن. مرة ثانية، هو يعبر الاي ار ار عن نسبة مئوية او معدل عن قدرة الاموال اللي انا استثمرتها على توليد الدخل. بمعنى اذا انا لما حسبت الاي ار ار تاعي وطلع والله 20%، كيف بفسره؟ باجي بقول انه تيار التكاليف، عفوا تيار الايرادات، لما بخصم منه تيار المنافع بيساوي صفر، وبالتالي سيحقق لي 20%. بلهجة التجار، بلغة التجار، أنا بستثمر قرش، هذا المشروع بسكر القرش وبعمل لي إيش؟ 20% زيادة.
يعني كل دولة وبستثمره بهذا المشروع، عوائد المشروع، إيرادات المشروع ستعمل على تغطية التكاليف وتحقيق 20% ربح ربح إضافي أو عائد إضافي بعد كم مدي زمن يحقق هاي الـ20؟ بحسب عمر المشروع. اه أيوة، وعشان هيك شفنا ولاحظنا بالأمثلة هاي اللي قدامكم كيف إنه القيمة مع الزمن بتختلف، وأشرنا عليها هون. 700 في السنة الأولى أو السنة الثانية صارت قيمتها 500، بس 700 في السنة الخامسة قديش صارت قيمتها؟ 363. تتناقص فإذا دكتور، كيف سيدي؟ تتناقص كل ما قدم المشروع تتناقص. بالضبط بالضبط، وعشان هيك بالمحاضرة السابقة قلنا نفضل إنه ما يكون بالتحليل المالي مشروعنا أكثر من 20 سنة، على 20 25، لأنه بعد هيك بتصير القيمة الحاضرة للنقود يعني ليس لها قيمة قوية وحقيقية وفعالة. تمام؟ تمام. هل هذا المثل بدي نتعلم قراءة المؤشر قبل حسابه؟ هون الاي ار ار 20%، شو يعني 20%؟ انه كل دولار، كل وحدة نقدية انا راح استثمرها في هذا المشروع راح اضخها حتى تدفقات نقدية خارج من عندي، هذا المشروع يضمن لي انه التدفقات النقدية الداخلة راح تغطي التدفقات النقدية الخارجة وتحقق 20% عائد إضافي. يعني الإيرادات ستغطي التكاليف وتحقق هامش إضافي، عائد إضافي بمعدل 20%. تمام. هيك هيك بنقرأه. عشان هيك قلت لكم زمان لما كنا نشتغله بالإيدين كنا نضلنا نفتش على سعر الخصم اللي بيساوي كنا بالاي ار ار وصلنا. شو كنا كان كأنه في سؤال ولا لا؟ لا لا، ما كان في سؤال. طيب اتكلنا على الله، اتكلنا على الله. هلا قلنا انه بالايام الحساب اليدوي كنا نعتمد انه امتى تيار سعر الخصم اللي بيقدر يساوي القيمة الحاضرة الإجمالية للمنافع تساوي مع القيمة الحاضرة، تتساوى يعني القيمة الحاضرة للمنافع مع القيمة الحاضرة للتكاليف. وكان الأسلوب هذا يعني في إشكالية إنه طويل واحتمالية الخطأ كثير 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 واردة جدا. ولكن هلأ لما بنشتغله على الإكسل شيت بيريحنا بشكل فظيع جدا. أكيد ما راح بالأمثلة السابقة ضربت لكم كيف بنشتغله يدوي والمؤشر، هلأ أكيد ما راح نقعد يومين نحسب المؤشر. هلأ بنرجع لنفس المثال السابق بتاعنا، وأي مشروع هي العمر المشروع من هون من سنة لخمسة، التكاليف الثابتة أو التكاليف الرأسمالية 1000 دولار، هون التكاليف التشغيلية معدل 700 دولار بالشهر. بنطلع التكاليف الكلية بحيث بنجمع التكاليف الثابتة مع التكاليف التشغيلية مع الثابتة، بيطلع عندي التكاليف الكلية، هون إجمالي المنافع اللي هي التدفقات النقدية الداخلة. هون شو من يجي بنساوي إذا لاحظتوا؟ منطلع صافي التدفق النقدي، صافي قيمة التدفق النقدي. شو بيعني صافي قيمة التدفق النقدي؟ بنخصم التدفق النقدي الداخل اللي هي المنافع من التدفق النقدي الخارج اللي هي إجمالي التكاليف. وزي ما بتلاحظوا هي حسبناها، هي هون اي 37 ناقص دي 37، بنعمل كليك هون في الزاوية هاي بيطلع عندنا
صافي التدفق النقدي للسنوات التالية. هاي بهاي الطريقة. طيب بدي أجي أحسب الاي ار ار. أنا هون هاي المجاميع انسوا لي إياها، لأنه بس أنا بحب أحطها عشان أراقب حالي وأراقب شغلي. لاحظوا الاي ار ار، والله كأني هون أنا حاسبها. هذا هي محسوبة. طيب جميل، نحسبها مع بعض. هلأ أنا بقول يا جماعة بدي أحسب اي ار ار للمشروع هذا، شو بدي أعمل؟ أول خطوة يا شيخ أسامة شو بدي أعمل؟ يساوي أنس أنس عفوا. طيب ست فاطمة يساوي يساوي حطينا يساوي، بعد هيك زي ما تعلمنا. أي آر آر أي هاي آر آر هاي طلع لي، باجي بعمل دبل كليك عليه. لاحظوا هون الفرق، الفرق هون بالنت بريزنت فاليو بطلب الريت، وبعدين بطلبه بالريت ايوه هون، لا هون شو عم بطلب؟ بطلب القيمة الفاليو الإجمالي العادي من دون القيم، هاي القيم من سنة واحد لسنة خمسة. تمام، تمام. منحط فاصلة نفس الشيء، ومنحط هلا الريت. هون بالمثل تاعنا إذا ملاحظين قديش بيقول لي سعر الخصم 14، هاي بدامها محطوطة هون بدي أحطها هون وأعمل انت هاي 20%. تمام، تمام مرة تانية نشوفها مع بعض. يساوي اي ار اي ار، ار ار بعمل دبل كليك عليه، منافع بحط ناقص المجال تكليف اللي انا بدي احسبه اللي هو هنا بحسب على صافي التدفق النقدي. ليه صافي نقدي التدفق النقدي؟ هناك ما بلشنا بصافي التدفق النقدي. هون عشان اطمن قديش راح بعد ما يصير يتساوى التدفق النقدي الداخل بالتدفق النقدي الخارج، قديش بده يضل يربح لي. إضافة بعديها بحط فاصلة وبحط الريت. بدي استغل الفرصة انا بدام هون عملت المؤشر على الرقم ما دخلته. لاحظوا هذا الاي ار ار، عفوا سعر الخصم هون 14. طيب لو كان 12 مثلا 20%، فاسني ليش هيك عمل فيه؟ هو لازم خلينا شوف هون هاي 0.14 20.3% بزيادة النسبة دكتور. على 0.12 تغير معي. هلا في ناس في كثير ناس بحسب على 8%. ما والله ما عم بتغير كثير، والله هذا مشروع مجدي زيادة عن اللزوم. فقسني المثل على كل حال. جيد ماشي الحال. اللي بهمنا انه هيك طريقة الحساب، بحدد السنوات، بحط التكاليف الرأسمالية، بحط التكاليف التشغيلية، بطلع إجمالي التكاليف أو التكاليف الكلية، بحط الإيرادات، بطلع صافي التدفق النقدي النقدي للمشروع، وبعدين بطلع الإيش العائد الانترنال ريت اوف ريتيرن، العائد الداخلي للمشروع من خلال المعادلة هاي. هلا قاعدة القبول أو الرفض في الموضوع هذا على إيش بتعتمد بالآي آر آر؟ تعتمد على معدل الخصم إنه أكبر من معدل الخصم. يا عيني عليك، لازم يكون أعلى من معدل الخصم، لازم. وهلا معدل الخصم في الغالب، واشتغلنا عليه بالمحاضرة السابقة بالمحاضرة اللي قبليها، لما قلنا يعني قديش الربح اللي أنت بدك إياه، قديش النسبة اللي أنت بدك إياها، أو بيجي بحسبوها على الفائدة على الودائع، يعني بيساوي توليف الفائدة على الودائع. لأنه أنت لو حطيت فلوسك يعني هدول المبلغ، أنا لو جبت هدول 10,700 وحطيتهم في البنك، خليني افترض
انه التمويل هدول ال 700 التانيات التشغيليه اخذتهم من العوائد. فباجي بقول انا بالعام الاول عندي استثمار ب 10,700 دولار. طيب انا شو اللي بدي اياه؟ قديش بدي الربح؟ فمثلا اذا قلنا انه بدي احسبها على اساس العائد البنكي والله على الوديعه، العائد البنكي بالوديعه مثلا ممكن يكون 6 7%، بس بيجي بيقول لك طيب بس انا اذا زاد عن 6 7% بقبله. بقول لك لا، هذاك في الغالب في بعض الدول مثلا الودائع مضمونه، الودائع خاصه الصغيره اللي اقل من 200 250 الف دولار هاي مكفوله من الدوله. برضو الاعمال بتاعتك خاليه من المخاطر، انت موقع عقد فوائد اصلا، فانت اوريدي بنهايه السنه البنك خسر، ربح البنك راح يحط لك ايش؟ هل 7% والله او 6% حسب الاتفاق اللي بينك وبينه. في حين انت لما انت بتشغل اموالك درجه المخاطر اعلى، اعلى من الوديعه بكثير، فلا بد ان يكون عندك هامش مخاطر. فعشان هيك دائما في الكتب الاقتصاد الزراعي بيجي بيقول لك من 8% الى 15%، يعني يفضل الحساب تكون سعر الخصم. ففي ناس كثير بيميلوا بتلاقي بدون ما يحسب هامش المخاطر ويحسب الفوائد على الودائع بحط 12. هلا في ناس بيقول لك لا، احسب سعر الخصم بطريقة معينة. انت لو رحت اخذت قرض، انا ما معي ال 17 ال 10,700، لو رحت اخذت انا ال 10,700 من البنك، دائما الفائدة على القروض بتكون اعلى من الفائدة على الودائع، ترى من هون البنك بيحقق ارباحه. بمعنى انه انت بتحط فلوس فبعطيك فائدة اقل، اما لما تاخذ قرض بعطيك فائده اعلى. الفرق ما بين فائده الودائع وفائده الاقراض، هون الهامش هذا هو اللي بيحقق الربح. فبيجي يقول لك انت لو رحت هلا وبدك تاخذ 10,700 11 عفوا 10,700 او 11,000 من البنك، قديش البنك بده ياخذ منك؟ بيجي بقول لك والله مثلا الفائدة هالأيام 9%، فبقول لك إذا أنت ممكن تيجي تحسب إنه 9% زائد. طيب طريقة ثانية بيجي بقول لك لا والله مصطفى زلمة تاجر ومرتب وشاطر وبيعرف بالأسواق وكذا، أي بزنس بنزل فيه، أي بزنس بنزل فيه إلا يحقق ال 15%، فبالتالي بده يحسبوا على 15%، يعني هون معدل الخصم بده يشتغلوا على 15%، ما بده يكون اقل من هيك. هاي طريقة تحديد سعر الخصم زي ما حكينا، اما من 5 من 8 ل 10% بعض الكتب بتحكي، او بتقول سعر الاقتراض اللي انا بدي اخذ عليه قرض، او سعر الودائع اللي انا بدي احطه فيها، او انا هاي الاموال قديش برضيني انا كمستثمر انه يجيني عائد عليها. تمام يا اخواني، هاي يعني الطريقه او الطرق هاي سهله وبسيطه. مره ثانيه اعيد معاكم على السريع، اي بنساوي جدول باي حال من الاحوال لازم نساوي الجدول ونحط فيه عمر المشروع، تكاليف التاسيسيه والثابته او الانيشال كوست الراسماليه، بعدين تكاليف التشغيليه، بنطلع التكاليف الكليه وبنحط الايرادات او اجمالي المنافع. في حاله النت بريزنت فاليو بطلع القيمه الحاضره للمنافع بنفيتس، وبطلع القيمه الحاضره لايش؟ للتكاليف اللي هي الكوست، وباجي بقول بي اوفر سي، بقسم القيمه الحاضره للمنافع على القيمه الحاضره للتكاليف، بيطلع عندي رقم مطلق. اذا كان موجبا بقبل فيه، اذا كان سالبا بيكون المؤشر هذا بيقول انه المشروع ايه غير مجدي. تمام؟ النت بريزنت فاليو، لا النت بريزنت فاليو
اسهل بكثير، بس بطلع هاي بطلع التدفق النقدي المخصوم تاعي، ونفس الشيء المعادلة أو طريقة استخراجها بالحاسوب بنقول يساوي، بحط دائما المؤشر اللي بدي إياه نت بريزنت فاليو بطلع لي، بس تجيب له قال لي هون الريت مثلا 12 خليني أساويها على 14 من باب التغيير، وباجي بروح التدفق النقدي اللي أنا بدي إياه بعمل انتر بطلع لي. ليش في اختلاف هون عن هاي؟ هون أكثر مظبوط. ايوه 12% في حين هذا ال 5000 كان على قديش حسبناها يا سلام؟ 14 على 14%. هاي معلق بعد السيستم عليها. ف هاي طريقة الحسبة. هون بريزنت فاليو، هون بي اوفر سي، هون الاي ار ار، ونفس الجدول السنه، التكاليف الاستثماريه، التكاليف التشغيليه، اجمالي التكاليف، اجمالي المنافع. بطلع صافي التدفق النقدي اللي هو اجمالي الايرادات ناقص اجمالي التكاليف. التكاليف المعادله نفس الشيء، بقول اي ار ار بحطها عشان اعرف احسبها، وباجي بقول يساوي صح دكتور، الله يسلمكم يا رب، صح دكتور، عليك العافية. الله يرضى عنكم يا رب، الله يرضى عنكم. ف على عكس الاي ار ار هون عكس النت بريزنت فاليو، بدخل القيمه اللي هي صافي التدفقات النقديه من الى من السنه الاولى حتى السنه الخامسه وفاصله، وبعدين بحط المؤشر بتاع معدل الخصم اللي يكون احنا متفقين عليه، اما هو بعطيك اياه او انت بتعمل حسابك على اساسه. قبل ما نطلع من الاكسل شيت والحسابات، هل هنالك سؤال؟ لا دكتور، الله يعطيك العافية. الله يعافيكم، الله يجزيك الخير يا دكتور. اكرمكم. دونت سيف. طيب خليني نرجع. احنا هيك تقريبا انا هاي المحاضرة هذا اللي بدي اياه كان منها، اللي هو حساب النت بريزنت فاليو والاي ار ار والبي اوفر سي من خلال الايش الحاسوب او من خلال برنامج الاكسل. هذا اللي كان بهمني في الجدول. انا اللي حطيته هلا لازم اسوي شير، صح؟ شو طلع هلا عندكم السلايدز؟ مثال نعم تمام، هاي خلصناها. هاي طريقة الحسبة حلوة، هاي لما بتقرأوها. اللي بنسى الطريقة ممكن المحاضرات تساعده، لا نفس المؤشر النت بريزنت فاليو بي اوفر سي الريت، وبعدين المجال اللي انا بدي اشتغله بي اوفر سي نفس الفكره، بقسم المنافع على التكاليف الاي ار ار وحكينا عنه. هيك ايوه هيك خلصنا محاضرتنا، والله يا ربي يعطيكم العافيه. الله يعطيك العافية يا دكتور. اي سؤال، اي الله استفسار؟ يجزيك الخير يا دكتور. طيب هلا في عندي، راح ابعث لكم هذا. هلا انا كنت مفكر انه نساويه هيك اونلاين وكذا، بس بحس حيضيع الوقت كتير، وفي حدا حيجاوب وفي حدا ما راح يجاوب. انا بعد اذنكم هذا اخر تمرين راح ابعث لكم اياه. نعم في هون المالتيبل تشويز، هنا بفحص المفهوم التمييز بين التكاليف التشغيلية والثابتة والتأسيسية ورأس المال العامل. بالتاني بعطيكو عن المؤشرات، فترة الاسترداد البي باك والنت بريزنت فاليو والبي اوفر سي، و مباشرة يعني محلولة هي، بس أنا بدي الرأي منك. وهنا نفس تمام هنا محاولة، التمرين الثالث بجوز قد يكون الأصعب،
اللي هي انه تبدا تشتغل لي اياه على اكسل شيت. تمام. اي سؤال، اي استفسار؟ لا الله تمام يعطيك دكتور، العافية دكتور. الله يعافيكم. احنا هيك خلصنا، انا كنت سعيد جدا بالشغل معاكم وبالتزامكم، عن جد اللي كان مميز. حتى لو خلص المساق انا معاكم موجودين، احنا بمجموعة إدارة الأعمال الزراعية. أي سؤال، أي استفسار، إن كان في المادة، إن كان في أعمالكم الزراعية أو أعمال تانية، لأنه ما ينطبق على إدارة الأعمال الزراعية، ينطبق على إدارة الأعمال الأخرى. والحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى عندنا شوية خبرة في إدارة الأعمال والبزنس. فأخوكو اليوم خلصت أنا كأستاذكو، أنا هلا زميلكو وصديقكو ومستشاركو، إذا أنتم بحاجة لأي سؤال أو استفسار. الله يعطيكم الله العافية. يجزيك الخير يا دكتور، بضل الله يجزيك استاذنا الخير يا الدكتور. دكتور، الله ما يبارك، قصرت يا دكتور، الله يعطيك الله ألف يكرم، عافية يا رب. الله يكرمكم. ولا غنى عن استشارتك في المستقبل إن شاء الله، أبدا نحتاجك أكيد. أخوكم، أخوكم، الله يكرمكم، الله يبارك فيكم. الله يجزيك الخير يا دكتور. هلا هلا، السلام عليكم. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام، نسأل الله يجزيك الخير.